الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع الدولة غير الحديثة وازاي ان في شبه كبير بين الدولة غير الحديثة والدول بتاعتنا حاليا. الحلقة دي هنشوف ازاي النقلة للدولة الحديثة دي، ببساطة ازاي نبقى عاملين زي السويد وكندا واستراليا، وبعدين هنشوف ايه موضوع سوريا والعراق وسيناء ولبنان. طلوا على بلدكم، صحيح دي اشباه دولة. الدولة غير الحديثة كانت موجودة في العالم كله باختلافات طبعا، والنقلة للدولة الحديثة دي ما جاتش في خطوة واحدة، اخدت سنين طويلة وفيها عوامل كتير هنقول هنا على بعض. الحكام كانوا محتاجين يكون في ناس اكتر في حروبهم، ما هو ما بقاش في عبيد خلاص، هم عايزين ناس تحارب وتكون بتحارب وهي منتمية وبتضحي بحياتها عشان الدولة. وحط تحت كلمة منتمية دي 10 خطوط عشان هنرجع لها بعدين. وكمان مع زيادة التقدم الدولة بقى عندها القدرة انها توصل للمواطنين وتمدهم بالخدمات او ترعبهم وتعاقبهم، يعني وجود وسائل المواصلات والاتصالات والطرق وجهاز دولة يعمل احصائيات ويلم الضرائب بكفاءة، كل ده زود قدرة الدولة انها تمارس سلطتها على المواطن عشان تعرف تدلعه او تطلع عينيه. مهم امكانيات الدولة وقدراتها تضخمت جدا. وكمان زيادة عدد السكان خلاهم يبدأوا ينسوا موضوع القبيلة والعشيرة ده، ما هو مش هينفع تعيش عمرك كله وسط القبيلة والعشيرة. وفكرة المدينة الضخمة وحركة الناس للمدن من الأطراف عشان الثورة الصناعية في أوروبا خلت الناس تفقد الجزء الشخصي في تعاملاتها اليومية. من الآخر التحول من الجماينشافت للجزيلشافت. طبعا انت بتضحك دلوقتي على الجماينشافت اللي تحول جزيلشافت. المهم ده مصطلح ألماني بياخدوه زي ما هو مصطلح العصبية بتاع ابن خلدون اللي شفنا الحلقة اللي فاتت. مصطلح العصبية بيترجم بالإنجليزي وبيكون عصبية، نفس القصة. أيوة يعني ايه موضوع ده بقى؟ بص يا سيدي، ده عبارة عن التحول من القرية أو الضيعة الصغيرة اللي التعامل فيها بالشخصي وبالبلدي كده الناس كلها قرايب وعارفين بعض، الى المدينة اللي بتفقد فيها الجانب الشخصي وبتحتاج اساس تاني للتعامل والثقة بينك وبين الناس، وبتفتح الباب لسؤال الهوية، وانا مين ودول مين، لان الناس اللي حواليك مختلفة عنك فبتسأل ايه الرابط بينك وبينهم وعلى اي اساس. ايه هي السكة؟ منين سكة؟ ايه منين يودي على فين؟ اقول لك وما تزعلش. لا هزعل قوي. صحيح من خرج من داره ونقل مقداره. انت يا سيد يا وهدين. واللي ساعد طبعا على تحول الدولة من دولة غير حديثة لدولة حديثة أفكار الثورة الفرنسية وقيمة الفرد، من حيث إن الناس ما بقتش بلع موضوع الرعية ده، والناس ابتدت تفكر في حقها في الحكم وتحديد سلطة الحاكم، وفوق ده وده تطور علم الجغرافيا والخرائط وإزاي إن كل دولة لازم تعرف حدودها فين بالظبط عشان تحدد مواردها. وأخيرا اتفاقيات وستفاليا. الاتفاقيات دي أنهت حروب، بس بناء على الاتفاقيات دي بدأ يتم تعريف معنى السيادة، إن هي مطلقة على قطعة أرض مرسومة ومتحددة، وإن لازم كل دولة تحترم الحدود، تحاول تحترمها يعني. وظهرت فكرة دولة ككيان مستقل معترف بيه وله حدود وملتزم بمعاهدات وفي اعتراف متبادل بين الدول بالسيادة على أراضيهم، وأي بني آدم لازم ينتمي لدولة ما تعبر عنه في حد خناقاته وعركته مع البني آدمين التانية اللي في الدولة اللي جنبه. من الآخر تحول مفهوم الدولة لما يعرف دلوقتي بالدولة القومية أو بالإنجليزي Nation State. لو هنقولها بلغة الناس اللي بتطلع في التلفزيون وتلبس بدل هتلاقيهم بيقولوا احنا دلوقتي عايشين في دولة ويستفاليا، هم يقصدوا الموضوع اللي بنتكلم فيه. الشكل الحديث ده للدولة حط أول خطوة لفكرة بناء الأمة، يعني خلاص الناس اللي عايشين في حتة أرض لازم يكونوا كلهم كأنهم من عصبية واحدة، فالسلطة اللي بتسيطر على حتة أرض احتاجت تعمل عصبية جامعة شاملة، لازم كلنا ننتمي ليها، طبعا لازم تكون فوق انتماءاتك الأولانية اللي حكينا عنها الحلقة، وبقى في حاجة اسمها الوطن موجود على حتة أرض متحددة، وسكان الوطن ده لازم يتحولوا لمواطنين، مش بيحاربوا بعض، لا دول هيبقوا أمة واحدة. المواطن كهوية جمع شاملة لكل الناس، وممكن كمان تلغي خالص انتماءاتك الأولية. أنا مواطن مصري وعندي حقوق مصرية. طبعا موضوع خلق الهوية والانتماءات لحاجة اسمها الوطن ده ما كانش بالبساطة دي، ده كان فيه ترغيب وترهيب لدرجة مذابح وتطهير عرقي عشان نحاول نعمل هوية واحدة تجمع الناس، سواء بقى بلغة مشتركة ولا دين ولا عرق. لا ما كانتش فيه دولة كل اللي عايشين فيها حاجة واحدة، يعني مثلا سكان منطقة فرنسا في 1700 و1800 كان ربعهم ما بيتكلمش فرنساوي، والربع التاني الفرنساوي اللغة التانية بتاعتي فرنسا اللي هي الفرنساوي كله يعني، والهوية والثقافة الفرنساوي كلها. الشهادة بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنسا؟ طبعا خلق الهوية ده كان برضو فيه شوية حروب دينية على الجبل. المهم عشان تعمل أمة بتعمل خليط من الترغيب والترهيب اللي بقى بعد كده جزء من دور الدولة ووظيفتها وتسمى بناء الأمة. في أماكن في المنطقة بتاعتنا زي مصر وتونس
الشعوب ربنا كرمها من مدة لأسباب تاريخية وجغرافية وسياسية وثقافية مش موضوعنا دلوقتي، الأسباب دي خلصت خلاص. المهم الأسباب دي خلت الناس تندمج مع بعض ويحسوا إنهم نسيج واحد وإن بينهم حاجات كتير مشتركة من ثقافة ولغة وعادات ومصير مشترك، حتى لو كان انتماءاتهم الأولانية مختلفة. بالبلدي كده الناس كونت أمة وطلع لها دولة، يعني مجموعة كبيرة من الناس بيشوفوا نفسهم إن هم شيء واحد وبيتخيلوا نفسهم جماعة واحدة، بتعبير بندكت أندرسون بيكونوا الجماعات التخيلية. يعني أنت بتتخيل إنك في مجموعة كبيرة من الناس أنت عمرك ما شفتهم ولا هتشوفهم، بس بيشاركوك في حاجات كتير، وبتظهر بقى كلمة نحن تعبر عنك، فيبقى في حاجة اسمها أنا مصري زي المصريين وأنا تونسي زي التوانسة، قبل بقى ما يتركب لهم دولة والاستعمار يجي يرسم حدودها بالظبط. بعدين الناس بتتخيل نفسها جزء من كيان اسمه المصريين أو التوانسة، والانتماءات الأولية بتتنسى أو تأثيرها بيقل. ببساطة الأرضية كانت جاهزة تركب عليها دولة، ولما الدولة حصل لها انهيار ما تفركشتش لطوائف تحارب بعضها زي سوريا والعراق، مش عشان الجيش حمى مصر وتونس كسبب رئيسي، لا، تكوين الشعب والهوية ده كان سبب أهم، بس ربنا يستر على الأيام اللي جاية. وصولا إلى مدافن مدينة الشيخ زويد حيث تم دفن القتلى، وفي بيان لها نعت جماعة تطلق على نفسها اسم أنصار بيت المقدس الجهادية. في دول تانية ما كانش تبلورت فكرة الهوية المشتركة دي اللي بتلغي أو تقلل تأثير الانتماءات الأولية زي العراق وليبيا والسعودية، فلما ركبوا مفهوم الدولة عليها كان لازم يحصل مجهود ضخم عشان نبني الأمة ونرسخ فكرة الوطن والمواطن في الدولة القومية. طبعا في دول عرفت تعمله شوية، في دول ما عرفتوش تعمله خالص. على فكرة وجودك في مجموعة الدول دي أو اللي قبلها ما يعنيش خالص إن الدولة دي أحسن من الدولة دي. السؤال الأهم أنت عملت ايه بعد كده؟ يعني اللي هيقولك ان مصر امة واحدة وتمام كده مش محتاجين موضوع بناء الدولة ده يروح يبص على سينا النهار ويقول لنا ايه الاخبار ويسمع المسيحيين في شكوته، واللي هيقولك العراق كان بالمجموعة التانية ما كانش امة وحدوده دي مخترعة يروح يبص على بلجيكا وسويسرا اللي حتى الشعب ما بيكلمش لغة واحدة وتم فعلا اختراع هوية من الصفر، ما بالك بقى بالعراق اللي كان فيه لغة واحدة بتجمع بين عدد كبير من الناس، واللي هيقولك ان لبنان كان تحالف تجار وعشائر وطوائف لتشكيل دولة مبنية بس على المصالح الاقتصادية، يعني ما كانش فيه أمة. هولندا برضو بدأت كده. الخلاصة حصل ايه بعد كده؟ اللي كان عنده أمة عرف يستخدم ده ويحافظ عليها، واللي كان عنده دولة بس الأمة لسه مش واضحة عمل فيها ايه؟ يبقى لازم نشرح موضوع بتاع البناء الأمة ده بيحصل ازاي؟ عشان يحصل بناء أمة ويبقى في حاجة اسمها مواطن في دولة حديثة، وعشان انت تقول ان انا مواطن وتستخدم ده كهوية متعالية فوق انتماءاتك الأولية، كهوية ليها حقوق وواجبات، عشان نحمي الدولة من مصير سوريا والعراق وليبيا لازم الدولة تقوم بدورها في بناء الأمم وخلق وتثبيت الهويات. بالبلدي كده دول عبارة عن شوية حاجات الدولة بمؤسساتها بتعمله عشان تبني وتحافظ على الأمة. الدولة ومؤسساتها بتعمل حاجات زي التعليم اللي بيكون إجباري مش مختلف، واللي من خلاله الناس كلها بتتعلم زي بعض، فأنت أيا كانت طائفتك شيعي سني كردي علوي أي حاجة من دي فبيكون انتماءك واحد وبتتعلم وتنشأ تحت سقف واحد، تعليم واحد ومنهج واحد، في مناهج تتكلم عن البلد وأفكارها وتاريخها وما تتكلمش عن تاريخك وعصبيتك وأفكارك إلا كجزء من ثقافة مكونة للشيء الأساسي اللي هو الوطن، وما ينفعش الدولة تتجاهل تاريخك وعصبيتك حتى لو كنت صغير جزء صغير جدا، وإلا ده هيعمل رد فعل عكس. لا، الدولة بتاخد تاريخ وثقافة عصبيتك تحطها كمكون من الكل. شكلك ابن ناس. وإيه اللي جابك هنا؟ هاني عبد الله في. خلاص اقعد، يعني الحمد لله كلنا مسلمين. اما بقى الجيش فعموم الناس لازم تأدي فيه الخدمة بغض النظر عن الطائفة او القبيلة او الدين او اي حاجة من الانتماءات الاولية، والوصول للمناصب بيكون عن طريق الكفاءة، وده بيخلي الولاء واحد للوطن مش للحاكم ولا العصبية اللي خلتك توصل للمناصب ده، كل ده هيخلينا نرفع ونحمي وندافع عن نفس الحاجة فننصهر كلنا مع بعض وننتمي للوطن، زائد طبعا الخدمات من مية وكهرباء وطرق وكباري وهكذا، الحاجات اللي القبيلة والطائفة او الانتماءاتك الاولانية عموما ما بتقدرش تعملها لان قدرة
مواصلاتها محدودة مهما كان عددها ومش هتعرف تخصصها لناس محددة. لكن الدولة بسبب مصدر دخلها الضخم وقدرتها المتضخمة بتقدر توفرك الخدمات دي، بس لازم لكل المواطنين سواسية فتربطهم بيها أكتر، بغض النظر بقى هم جايين من قبيلة إيه وطائفة إيه. فأنت مش محتاج القبيلة والطائفة عشان تاخد خدمة أحسن، أنت بتاخد الخدمة لمجرد إن أنت مواطن بس، فليك الخدمة زي أي مواطن تاني. وكمان الدولة بتأمنك وفي قانون بيطبق على الكل سواسية بغض النظر عن انتماءاتهم الأولية. يعني ببساطة كلمني عن العدل. العدالة حدث ولا حرج، يعني شلون بدي شبه لك العدالة عنا يا أبي؟ بتلاقي هالأجانب والسواح بيجوا من آخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العدالة والنظام والقانون. فأنت كمواطن مش محتاج الطائفة والقبيلة والعيلة عشان تحميك وتقول أنا من بيت مين ولا من عيلة مين ولا من طائفة مين ولا من قبيلة مين فنخاف منك، لا أنت عشان تاخد حقك مش محتاج الكلام ده كله. ولو تعاركت مع حد من عيلة جامدة أو من طائفة جامدة أو من دين أو من الأغلبية، المهم الدولة هنا بتيجي تطبق قانون وبس. وحتى أنت لو اختلفت مع رئيس قبيلة وطائفة والعشيرة أو أي حاجة من دي فالقانون بيطبق عليك وعليه. ببساطة الدولة لا ترى انتماءاتك الأولية غير في الأنشطة الثقافية. وكمان مشاركتك في قرارات الدولة وتدخلك حتى لو بدور بسيط في تحديد اللي بيحكم وتوجهات الدولة وإحساسك إن الدولة دي بتعبر عنك وعن ثقافتك حتى لو أنت أقلية. حط بقى فوق ده وده اللغة الرسمية للدولة كمكون ثقافي والعلم والنشيد الوطني والمنتخب حتى دور المنتخب. كل ده بيحسسك ان كل المواطنين جزء من البلد دي، مشتركين مع بعض في حاجات كتير جدا، ومبقاش في حاجة اسمها العصبية الحاكمة والرعية. وحتى لو احنا مختلفين شوية في انتماءاتنا الاولية دي، دور الدولة في بناء الامة بيحل الموضوع ده. وعلى فكرة انت ممكن تجيب ناس ملهاش اي علاقة ببعض تعمل منهم امة واحدة. مثل موضوع الوطن والهوية ده شيء مخترع. كندا مثلا هتلاقي واحدة ابوها بوذي هندي تتجوز واحد ابوه مسلم سني عراقي، والاولاد بعد جيل واحد او جيلين ما يفتكروش اصلهم غير في الحفلات كده وهم بياكلوا، ويبقوا هم مواطنين كنديين وما يعرفوش حاجه غير كده. دلوقتي بقى تعالوا نركب كل ده على بعضه يمكن نفهم ايه اللي بيحصل حوالينا واحنا رايحين فين. بلاد زي سوريا والعراق وليبيا اللي الامه فيها بتكون متكونه من طوائف مختلفه وثقافات مختلفه زي الموزايك كده، لازم تتحكم بطريقة محترمة والدولة تكون شغلتها تبني وتحافظ على الأمة زي ما حكينا. بس للأسف صدام والقذافي والأسد تقريبا عملوا كل شيء عكس ده وكسروا أي روابط بين الناس تعمل دولة. لما تيجي تبص على الدول اللي بتنهار والأمة اللي بتتفكك دايما هتلاقي حاجات مشتركة، وياريت البلد اللي فيها مشاكل تاخد بالها. اول حاجه بتفكك الامم الجيش، لما الجيش يكون شبه جيش الدوله غير الحديثه اللي اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، فبدل ما يكون الجيش محترف وعلاقته غير شخصيه بالحاكم هتلاقي ان في علاقه قويه وشخصيه تصل للقرابه او النسب، وهتلاقي قيادات الجيش بتعتبر نفسها تابعه للحاكم بشكل ما وجيشه مش جيش الشعب. وكمان هتلاقي ان في عصبيه معينه مسيطره على الجيش، سواء بقى سنه شيعه علويين او غيره، يعني مش جيش مكون من عموم الشعب والترقي مش بيكون على اعتبارات الكفاءة. وكمان هتلاقي في محاولات لفصل أفراد الجيش عن الشعب فيقعدوا في أماكنهم الخاصة وليهم خدماتهم الخاصة. تاني حاجة بتكون مشاركة في انهيار الدولة هو انهيار الخدمات، انت أصلا الدولة بترشيك بالخدمات في مقابل ان انت تنتمي ليها وتنسى انتماءاتك الأولية. يعني لو الدولة مش بتقدر توفر لك الخدمات وانت عشان تحصل عليها لازم تكلم حبايبك وأهلك وعشيرتك، شوية شوية مش هتحس بالانتماء للدولة، وبالذات لو التقصير ده وصل للأمن وتطبيق القانون، لأنك هتحتاج طائفتك وعشيرتك وانتماءاتك الأولية عشان الحماية وتاخد حقك أو عشان ما حدش يعرف يقرب لك. فأنا دلوقتي مواطن في دولة ما وحصل لي مشكلة ولا عايز أخلص مصلحة، ولازم عشان مشكلتي تتحل ولا مصلحتي تمشي أقول إن أنا من بيت مين أو من قبيلة مين أو من تبع مين، فدي مصيبة لأن ده بيخلي الناس تنتمي لانتماءاتها الأولية أو المصطنعة أكتر من الدولة لأنها بتستفيد منها أكتر من الدولة. ببساطة لما الدولة يختلف تعاملها معاك بناء على انتماءاتك الأولية
أو انتماءاتك المصطنعة، وتطبيق القانون وأحكام القضاء يكون حسب أنت مين زي ما شرحنا، تعرف إن دي دولة مش بتبني أمة، لا دي بتفكها. فضلك اديني فرصة اشرح لك. خلاص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ اه بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. ولما تكون الدولة ما بتعبرش عنك، ولا عن مصالحك، ولا لغتك، ولا عاداتك، كجزء من مكونات الدولة الثقافية، تعرف انها بتشجعك تكون روابط مع اللي زيك في البلد اللي جنبك. فكر كده في ثقافة الامازيغ في المغرب والجزائر والنوبة في مصر. خلينا في الاكراد في العراق وسوريا، اللي خلاص حاسين بالتقارب وعايزين يعملوا دولة لوحدهم تعبر عنهم وعن ثقافتهم ولغتهم بعد ما اهملت بسبب سياسة الاسد وصدام، فما بقيتش عارف تلومهم قوي صراحة. على فكرة ده مش معناه خالص ان الدولة الحديثة بتجبرك تلغي الطائفة والقبيلة والعشيرة، لا، ولا ده معناه اننا نلغي الطائفية، بالعكس. ايه نلغي الطائفة؟ انت مش عايز نلغي الطائفية؟ طول عمرنا منطقتنا مليانة طوائف، وبالذات في منطقة الشام والعراق، ده شيء مش وحش ولا عيب، بالعكس ده المفروض نفتخر بيه، دي المفروض حاجة زي طبق الفاكهة اللي مليان فواكه مختلفة. فأنا يبقى في طوائف ده شيء عادي، والدولة الحديثة بتشوف ده بس في الإطار الثقافي، يعني احتفالات بمناسبة أو عيد لطائفة كجزء ومكون من مكونات ثقافة البلد. المصيبة بقى إن يبقى في طائفية سياسية، وده اللي بيحصل في منطقتنا بالذات في العراق ولبنان. صار تناول العراقيين للدجاج يتبع انتماءاتهم المذهبية والطائفية، فالاسم على الكيس يختلف إذا كان الدجاج مسوقا إلى محافظة الأنبار مثلا. لما خدمات الدولة تضعف وخصوصا في الأمن، فالناس تلجأ للطائفة والعشيرة عشان الحماية، والدولة كمان بتتعامل مع الناس على أساس الطائفة، فده يجبر المواطنين أكتر على التمسك بالطائفة كهوية وانتماء أولي، وبيحوله لانتماء سياسي لأنه في مصالح وحماية. وكمان تلاقي المواطن السني مثلا بيصوت ويؤيد ممثل السنة أيا كان طريقة توجهه وتفكيره، مع أن الراجل اللي أنا هرشحه ده عشان سني ممكن تكون مصالحه السياسية غير مصالحي. يعني أنا مثلا لو شيعي فقير وجنبي جاري سني فقير برضو، إحنا هنا مصالحنا مشتركة، بس الراجل اللي أنا هنتخبه ده غني وفي ناس دعمه من بره ومصالحه ضدي أنا والسني اللي جنبي، فإيه اللي يخلينا صوت له؟ دي فكرة السياسة، إن المصالح والآراء والتحالفات بتتغير، ولكن لو هنصوت بناء على الانتماءات الأولانية اللي أنا ماليش تحكم فيها ولا اعرف اغيرها، ده انا اتولدت بيها، يبقى دي مش ديمقراطية ولا انتخابات، دي محاصصة سياسية، وكل واحد بياخد حصته بأدب بدل ما نتعارك. طائفية سياسية، من خلي الطائفية السياسية، الغاء الطائفية السياسية، ليس الغاء الطائفية السياسية فقط، حمال عليها الطائفية السياسية بالتخريب. والمصيبة الاكتر ان زعماء الطوائف دي في العراق وفي لبنان مهما طلعوا في التلفزيون وقالوا انهم ضد الطائفية، هم آخر ناس من مصلحتهم وجود دولة حديثة، لأن ده بيفقدهم كل المميزات اللي هم فيه، فحتلاقيهم بيحافظوا عليه. دول وصلوا إن هم بيورثوا زعامة الطائف ولا كأنها دولة يا أخي. مصيبة كمان إن الدولة اللي الطوائف فيها أقل زي مصر، إدارة الدولة غير الحديثة عاملة مصايب في سيناء، بتفتح مشاكل بلهاش حدود بين المسلمين والمسيحيين، وبقى في عصبيات جديدة بتتشكل بناء على المصالح والسلك الوظيفي اللي هو السلك الوظيفي الأمني بصراحة، شرطة وجيش وقضاء وهكذا. اسكت يا لساني، اسكت يا لساني. ايه يا عم، فين دور التدخل الخارجي من إيران وأمريكا في المنطقة واللي عملوه في العراق وسوريا؟ وفين روسيا وتدخلها؟ ليه ما تكلمتش عنه؟ وليه ما تكلمتش إن هما كل شوية يقولولنا حقوق الأقليات عندكم بعافية شوية ده؟ وإيه دور الإسلام في الحاجات السياسية؟ أنا ما تكلمتش عنه هذا، لا ده موضوع طويل، نشوفه الحلقة الجاية اللي هنشرح فيها كمان إحنا ليه بنعمل كل ده وعايزين إيه من كل الموضوع. عشان تدعمونا ما تنسوش تعملولنا شير ولايك وسبسكرايب. نشوفكم الحلقة الجاية.